كانت تلمع بين الركام، ورغم أنها رمز للشر لم يلتفت أحد إلى تلك الدلالة التي تركتها هنا حضارة المايا منذ ما يقرب من 12,000 سنة وذهبت. إنما انصب اهتمام العلماء على حل لغزها. 300 عامل هندي هنا ينقبون عن مدينة أطلانتس الأسطورية، ووسط هذه الفوضى والأنقاض صرخت آنا بصوتها الصبياني الذي أنهى مناقشة حادة بين علماء البعثة رأس. لم يكن هذا سبب ذهول الجميع، فمن الجائز جداً أن تجد بعثة استكشافية تنقب حيث عاشت حضارة المايا، أن تجد بعض الآثار الغريبة. ولكن ما اكتشفته آنا ليس رأساً بشرياً، كانت على شاكلة الرؤوس البشرية، لكنها قطعة فريدة منحوتة بدقة مذهلة من الكريستال النقي. فما قصتها؟ حدث ذلك في منطقة لوبانتان المايا الأثرية بالقرب من بيليز عاصمة الهندوراس البريطانية بوسط أمريكا، وفي سنة 1924. ولم يكن يتوقع أحد بأنه اكتشاف سيقلب موازين العلم. في عام 1970 أعارت عائلة ميتشل هيدكس الرأس الكريستالي إلى مختبرات بيل الأمريكية، وكان اكتشاف الباحثين لطريقة صنعها أكثر غرابة، حيث أن الجمجمة شكلت بقطع الكريستال بصورة معاكسة للتشكيل الطبيعي لترتيب بذرات الكريستال. المدهش، ورغم التقدم التكنولوجي والتقني لقطع الكريستال بمحور متوازن مع ترتيب الذرات في عصرنا الآني، وذلك لأن تقطيعه بمحور معاكس يؤدي إلى تحطيمه لا محالة حتى عند استخدام الليزر في نحته. وما يزيد من غرابة الأمر هو أن الباحثين لم يكتشفوا أي خدوش بفحص القطعة الأثرية بالمايكروسكوب، ما يؤكد عدم استخدام أي مادة معدنية بالضرورة لتشكيل القطعة الأثرية. وافترض أحد العلماء أن الرأس أو القطعة الأثرية شكل باستخدام الألماس، ثم نحتت تفاصيله باستخدام محلول السيليكون والرمل. لكن هذه الطريقة مع صحة دقتها العلمية تتطلب ما يزيد عن 300 سنة من العمل المتواصل لإنتاج هذه القطعة الغامضة. وللمايا أسطورة شهيرة تقول إن العالم يحوي في تلافيفه 13 رأساً كريستالية موزعة على الكرة الأرضية، وحينما تجتمع هذه الرؤوس في مكان واحد سينتقل علم وحكمة الأطلنطيين إلى عالمنا. ويقال إن متاحف العالم تحتوي الآن على 8 رؤوس كريستالية فريدة.